what was discussed, all of it. We'll talk about any events that we all went to, what was discussed at the event. مع تصاعد القمع الحكومي في البحرين والذي يستهدف المطالبين بالتغيير في البلاد والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين لظلم وفساد آل خليفة، عقد التحالف الحقوقي البحريني اجتماعا تحضيريا استعدادا للمشاركة في أعمال الأسبوع الثاني للدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان والمنعقدة في جنيف حاليا. ولعل أحد أبرز القضايا التي سيثيرها التحالف خلال هذه الدورة هي مأساة حرمان المواطنين من العلاج، وخاصة المعتقلين منهم في سجون آل خليفة. أهم المواضيع كمنظمة مدافعون عن مفهوم الحياة الطبية هي بالبحرين، وين عم بيتم في عسكري للمستشفيات ومنع الذين يشاركون في الاعتصامات من الحصول على الرعاية الصحية والطبية اللازمة. فهيدا أكتر شيء حنسلط عليه الضوء، وحيكون عنا مقابلات مع المقرر الخاص على الحق في الصحة. التحالف سيسلط في هذه الدورة الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في البحرين ودول الخليج الأخرى وخاصة السعودية. Absolutely, we're going to be focusing on Saudi Arabia a lot more this session. Specifically, I've been doing a lot of work on Sheikh Nimr, so we're going to be doing a side event that focuses on how Saudi Arabia has been executing people for more reasons, and specifically talking about how this puts activists under pressure. Besides that, we're going to try and raise the profile of these issues in meetings with states so that they'll start pressuring Saudi Arabia more. عوائل شهداء البحرين سيكون لهم حضور لافت خلال هذه الدورة من أجل لتبيان مدى استهتار نظام آل خليفة بقيم ومبادئ حقوق الإنسان. مشاركتنا تأتي لتعزيز المعلومات وأيضا الالتقاء بالمعنيين من أجل اتخاذ قرارات تصحيحية سليمة مع الجهات المسؤولة في يعني حكومة البحرين. وتحتل مواضيع الحالات الانتهاكات الطبية وأيضا القتل خارج القانون والتي طالت الشهداء. في الوقت الذي واصلوا فيه البحرانيون ثورتهم في الداخل والتي دخلت عامها الثالث على التوالي، يخوض الحقوقيون منهم معركة مع النظام في المحافل الدولية بهدف تعريته وفضح ممارساته الإجرامية. التحالف الحقوقي البحريني أنهى اجتماعه التحضيري استعدادا للمشاركة في الأسبوع الثاني من أعمال الدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، والذي سيسلط خلالها الضوء على مختلف أنواع الانتهاكات التي ترتكبها السلطات الخليفية بحق الشعب البحريني. ساهر عرايبي للبحرين اليوم من مدينة جنيف السويسرية.